المرحوم كيربطني به علاقه شنقول لك العيله ما قدرتش نهضر لان اخر صور انا مصور بحالكم انا مصور ديال نادي الكاف وعندي الصور ديال السبت اللي فات اللي اش نقول لك كان مير جوار وكان اش نقول لك الاخلاق الطيبه وكل شيء لا اله الا الله زعما مصطفى الله يرحمه ويوسع عليه زعما تصدمنا استغفر الله العظيم ولكن لا اله الا الله ماشي الله لا اله الا الله الله اكبر.